صباح الخير. مثل ما تشاهدون انا دائما ما تعودت اطلع وياكم بدايه الفيديو واحكي، ولكن اليوم لفت انتباهي هذه القطعه اللي قطعه احد المدارس اللي معنيه بالعلم والاجيال وتربيه الاجيال، والبلد اللي ما يكون بعلم وتعليم للاسف يكون مجتمع رجعي، مجتمع متخلف، وعذرا عن هذه الكلمه، ولكن اللي يقودون البلد وصلوا ان نحكي بهاي الطريقه. مثل ما تشوفون يعني 360 يوم مده المشروع، لازم المشروع يخلص، ولكن يعني المشروع ما تنفذ وبقت على هاي الوضعيه. حبيت انقل لكم هاي الصوره ونتحدث عن ما يدور بهاي المدرسه. احنا هسه بحي الفارس، حي الفارس من الاحياء الموجوده في مدينه كربلاء، وحي رسمي مثل ما تشاهدون، ولكن اللي لفت انتباهي انه هاي المدرسه. احنا محتاجين العلم حتى نربي اجيالنا وننهض بواقع البلد، ولكن للاسف شفتوا حتى القطعه اللي هي 360 يوم، وهذا المشروع صاب الاندثار منذ عام 2011، واكيد الصوره واضحه قدامكم، ومتدخل المحافظ ومتدخلين شخصيات ومن الوزاره، ولكن دون جدوى. انا حبيت انقل لكم هاي المعاناه وهاي الصوره. تدشوا إذا منذ عام 2011 هذه المدرسة في حي الفارس بمحافظة كربلاء للأسف لم يكتمل بناؤها رغم الوصول إلى 90% من إنشائها، يعني 10% تحول ما بين إدارة المحافظة وإتمام هذه المدرسة. ذات الشاب الذي صور هذا المقطع أجرى حوارا مع عدد من أهالي تلك المنطقة التي يذهب أبناؤها الآن إلى مدارس بعيدة بسبب تعطل بناء المدرسة في منطقة الفارس. نذهب ونتابع البقية. اليوم انتوا وين تودون جهالكم اذا هاي بالحي ماكو مدرسه؟ والله نوديها الى حي بعيد عنا تقريبا ثلث ساعه. زين، واغلبهم يروحون بخطوط لانه تعرف هاي ومعاناتنا، يعني احنا ضافه العالم دخلها كلها محدود. زين، وهاي الخطوط الخط 50 و40 الطالب هاي هم جهد مضاف اضافه حتى تامن على ابنك، والا انت ما تخليه يمشي هالمسافه كلها. ما اعتقد ابن مسؤول اليوم يمشي له خطوتين، يعني لو سيارات الدوله كلها موفره لهم يسوق هو وزوجته بيها. هسه ما عندنا ابويا مدرسه تفتحونها ومبنيه وكامله 95% نسبه انجازها، يعني حرامات هذا البناء يندثر ويروح.